تريلا بالعربي. كتاب إغواء العقل الباطن، سيكولوجية التأثير العاطفي في الدعاية والإعلان. يتناول هذا الكتاب التأثير العاطفي للإعلانات على الجمهور الذي يشعر المتلقي بالحاجة إلى السلعة حتى إن لم يكن يحتاجها بالفعل. ويقول الكاتب إنه يخطئ من يظن أن المعلنين يريدون منا الانتباه إلى إعلاناتهم، بل يعتمدون على تجاهلنا لها حتى تستقر رسالة الإعلان في اللاوعي دون أن نشعر بذلك. ويبين الكتاب أن التأثير العاطفي للدعاية ينعكس على قرارات الجمهور بدرجة أكبر مما نعتقد، معتمداً على أبحاث موسعة في علم النفس وعلم الأعصاب. ويرى الكاتب أن لا سبيل لمقاومة ذلك التأثير إلا بشيئين، إما بتجنب التعرض لكل أشكال الدعاية أو بالانغماس في الإعلانات والانتباه لها، لأن هذا يقلل من تأثيرها علينا. صدر هذا الكتاب عام 2012 ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها إشكاليات جذب الانتباه، العاطفة والانتباه، نموذج خداع اللاوعي، خارج دائرة الضوء. كتاب إغواء العقل الباطن من تأليف روبرت هيث. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.